يا ذا الذي في يوف الفكر دسيتي للسماء، شي عربي وشي تركي ومن صوب الفرنجة، تعبت وانا صيح خلفي شبعنا من الهمة، حطوا مسلسل بدوي وبالروقة لتغنى. أذكر زماني الأولي بالكيف لبكمة، يوم حست الأريلي وأشوف اللي تمنى، وأقول يا دبي طلعي تحلابك اللمة، وتطلع إيران وأم علي تلتهي عنا. على فكرة مسلسل فاطمة قولو غلومي كان خيلي قشنجن، أقصد وايد حلو. يمي هالأيام يدبلجون كل شيء، جالنا نصيب ترى بنشوفه مدبلج. الكوري مو بحسن عنه، وما بيننا وبينهم إلا مرة حصة حصتين حبيبتي. اندوج الاختم قايسة. وه على طار المسلسلات، شغلوا التلفزيون بيحطون سلطان الحريم. لعنت الله على ابليس، امسى الدافع عنه، مسرعهم قطعوه بسرعه، سووا حق ام احمد. ام احمد ايش حق بعد؟ ويدي بتخبرنا شو استوى؟ ما يسوى علي، شفت 180 حلقه والحلقه الاخيره ما اشوفه. حشا لله ما يستوي، سوي لها بسرعه اقول لك. ام سعيد انت مو عندك اريل فوق بيت؟ الو هلا انا احمد. ويدي والريل شو مودنا فوق البيت؟ اريل مو بريل يا عديمه الريل. صدق ام علاوي عندك اريل فوق البيت؟ يقول لك السلطان مات. مات؟ مات من ملل، الحين بيسوي حرب، وبعدين مخمص صح؟ دبي عندها قناة أرضية، يعني بنحيس الأريل وبتطلع القناة. الريل في حيس بعد؟ وعلي عطو خيلة. اتخلخل عظامك في مستشفى الميانين، قول يا أمين. أم علاوي، أم خماس، قوم نوصل فوق البيت ونحيس هالأريل. أم سلوم، عينك على التلفزيون، يوم بتطلع دبي أبغمي. أبغم؟ شو أقول؟ قول يضرب دي شوط. إيه؟ شو دراني أنا بعد؟ المهم بغمي. بالله عليكم هذا بعدين حاس؟ همك أنت وهي حيسن وياية. واحد اثنين ثلاث. ضربني شوط حتى نحن ضربنا شوط. عن الرقلة داخل البيت بتكسرين الأثاث. أثاث؟ انت راس مال اشتكيتين ورعدوا. أم سعيد، أم خماس، تعالوا شوفوا. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا في حلم يا أمي ولا في علم؟ تأثير الصاعقة اللي ضربنا في مخنا. ضربني شوط. ضربوك بصوت إن شاء الله. أف يايات يايات. أم سلوم ما فيك شيء بقرة، لا في
فيش رقلة ولا شيات. انت قلتي يوم بيشتغل التلفزيون قولي ضربني شوط، وكو ضربني شوط. بسم الله الرحمن الرحيم. ويدي خلص المسلسل. الشيخ زايد السلطان علي النهيان رئيس الدولة بعد ظهر اليوم بزيارة لأخيه صاحب السمو الشيخ راشد بن سعيد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حيث تبادل سموهما. شو السالفة؟ حاطين الشيخ زايد والشيخ راشد الله يرحمهم. قوم أبسي، من زمان ما شفنا. من زمان؟ أقولكم نحن شكلنا أصلا في من زمان. شو قصدك؟ قصدي نحن ردينا للثمانينات، وعشان شي ما شفنا بناية غير المركز التجاري، والقنوات كلها قديمة. لحظة بنحط الرادو. أقولكم الرادو ما في شيء. حبيبتي يمكن أنت حاطة الاف ام، حط الاي ام. كلما كنت بقلبي تنطفي نيران قلبي. اجي بيدك يا حبيبي فجر حتى المغيبي. صدقك يا معلاوي ردينا زمان أول. يحيي هالزمان. أوه يا أكيد أنا رديت شباب. وين المنظرة؟ ويني؟ قل أعوذ برب الفلق، ما هذا القبر؟ حبيبتي كل شيء يرد ما عدا الشباب، إذا صار ما يرد. صاروا ولج بندر عباس، قولي آمين. أم سعيد عنبو، وانت أثاثك العاثر من الثمانينات ما غيرتيه؟ يا موي ذيك الأيام، أقصد هالأيام، هالقلة كلها عندها تكي ويسد صورة أبو سعيد الله يرحمه، هاي زينة البيت. ويدي صورة أبو سعيد وين؟ لحظة أم علاوي بأي سنة نحن؟ والله ما أعرف حبيبتي، بس اللي عارفة إن إحنا في الثمانينات. في الثمانينات؟ يعني شو؟ أبو سعيد ما مات. محال. أم سعيد حبيبتي، يعني كل البرامج الجديمة والأغاني الجديمة والبنايات اللي اختفت، وبعد ما تصدقين إن نحن في الثمانينات؟ أم صدقة يا أمي، بس أبعرف التاريخ بالضبط. ليش؟ ليكون عيد ميلادك ونحن ما ندري. إيك نشور، قوموا مسير عند أغا وبناخذ من عنده جريدة، وأكيد بيكون فيها التاريخ. سلام عليكم أغا. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق. ويدي واخيرا اسلمت بلاك. ام خموس، ام سلوم، ام سعيد، ام علاوي، انت يسوي حادث مريض يشتري صابون خربان من عند اغا. ازاي فكنا مصدعتك انت وعش الغراب اللي عراسك؟ عطنا جريده اليوم نبى نعرف التاريخ. جريده خلاص، في عندي قوتي تونه مال اليوم من تيلا ومكتوب عليه تاريخ انتهاء. حسبي الله عليك، حد يعرف تاريخ اليوم من قوتي تونه؟ اوف هات، لا حول ولا قوة إلا بالله. كم واحد تبين؟ ويدي شو بعد كم واحد أبا؟ هات واحد أبا شوف التاريخ. شنو تشوفين بس؟ أنا جيب تونة أنت تشوفين بس؟ تبين تعرفين تاريخ؟ لازم يشتري. حسبي الله عليك من أغا، بتبيعني تونة من تي عشان أعرف التاريخ؟ سلام عليك. وعليك. ويدي بسم الله الرحمن الرحيم، بلاوة يهكن غادي غير كسيف ليكون سويت عمليات تجميل. يمي عمليات التجميل بعدها يقولون يبالها 10 سنوات لما تنضبط. ويدي أم جميل
ما تستحين؟ ليش الشيلة على الكتف؟ لا ندوج والسيلانية شالة مظلة بعيد. يا الله أقولكم أنا ضربني مهب غاوي. أم سلوم زين شي علمتي بنتنا الخراب؟ صدق لي قالوا السمكة الخايسة تخرب السمك. يوم قلت لك انت سيف. نيسان نيسان ياي ومخفي بعد. ها نيسان ويدي من ياي شو مستوي؟ أنا لو منكن أدور لي جدر وحطه على راسي. ويدي ليش؟ شباب ما تستحون ولا تخيلون، ما تشوفونهم حريم قد امهاتكم؟ وابوي شو هاليان؟ انا ما يالي شيء عيل. ام خمس ام خمس دوخت طاو اشرطه كل مكان. هذيل شباب يغازلون ويرقمون بالاشرطه يمي، يسوون ذيك المنوعات ويحطون رقم البليب و يفرون الشريط. صدق ان ما فيهم لا مذهب ولا مستحق، وانتي بعد لو حاش مع عمرك كما فرونا بشرطه. وانا شو اسوي اذا الله خلقني حلوه؟ باصير اخذ لي كم شريط منوعات بتسلابهم في البيت. اوه ام خمس بعدها مدوخه. ام خمس بسم الله الرحمن الرحيم، منو هالخرطيت بعد؟ هاي انا، هذا البومي الوحيد اللي نزلته في السوق. واللي ما شراه غير نفر واحد، والحين فرف وجهك. حسبي الله عليه من اصبي، سجل عليه منوعات بسود الوي. أم خماس أنت شو أصلاً ظهر النج من البيت؟ بعدش في العدة؟ شو؟ ليش؟ منو مات بعد؟ ويدي مسرعش رسيتي الغالي بو خنفر؟ واو بو خنفرة! لا حول ولا قوة إلا بالله، كيف مات؟ يقول لك طاح عليه جدر خنفروش. أقولكم عرفت التاريخ، بو سعيد ما مات، وسعيد بيموت اليوم. يا ربي وين الفاتورة؟ شو هالحالة؟ أنا عارف إن اشتريته بس هل نزل ولا لا؟ ما أدري. شو هو؟ إيه؟ أم سلوم يا تلبسين شلت يا تحطين جدر على راسك، أنا مو بناقص إنك أنتي بعد. أوه شو هالحالة؟ وحدة ما تريلها ووحدة تتريل ريلها يموت، وأنا بروح وياها المينونة معكسين وأدور شيء ما أدري نزل ولا لا. أم سلوم بليز حطي شيء على راسك وفتحي باب. أم سلوم مينو؟ ما أعرف ظلام. هلا خير ماما، أنا يسوي دليفري حق هلا ستلايت. بابا غناتي شغلت. الله يرحمك يا ابو خنفر، كان يموت في الخنفروش، ليه ما مات في الخنفروش؟ صار الثالث وما بيعك بحد يمي. استهدب الله يا ابو خمس، بعد صغيرة 5 سنوات بالكثير وبتعرسين ان شاء الله. وانا اذكر انه عقب 5 سنوات
بيتك طراق على هالكذبة. إيه أم خماس، أم خماس لازم نطلع، ركبنا الدش وبنقدر نرد بسرعة، يلا قبل لا تغيم الدنيا. أم علاوي ما تشوفيني في عزة؟ ويدي ويه الجدر هاي منو؟ أوه هاي مسلوم، وانتي إيه؟ أي عزة أي خرابيط؟ إنزين أم سعيد وين؟ صرنا لهالبيت وما لقيناها. ما أدري أمي، يوم ما أطبخ أنفر أول مرة ما يدت عزي، وهاي ثاني مرة يموت وما أشوفها. حبيبتي أول مرة ما يد لأن ريلها ما تجي بعد، وهالمرة أم سعيد. بو سعيد، أم سعيد أنت ما تقدرين تغيرين شيء، اللي استوى استوى وهذا أمر الله المكتوب. أقولكم اسمها غيمت، وأنا أذكر في هاليوم يتنحل به والمطر أسبوع ما وقف، أنا أبارد. يلا أم سعيد. يا مفارج ليت تدرك وين ساري، ليت تدري إن بالطلعة قطاعة، أنا بلاك العمر لاني بضاري، ما أبا عمري أباكم بس ساعة، تفنى السنين وينقضي ليلي ونهاري، وصلكم عندي أنا غاية وطاعة، الله يقدرني لقاك بخير داري، في جنة معكم أدخلها رباعة. لا حول ولا قوة إلا بالله، توكلنا على الله.